الشهادة ديالي وهي أنني قبل أول مرة كنتلاقى مع سيدنا الشيخ كنت إنسان غافل، كنا كنذكر الله، كنجمعو حنا الإخوة كنذكروا الله وديك الخشوع والبكاء والمسائل. خطرة واحدة بني كنتفارقو، كتولي الأمور عندي عادية، نخرج برا إنسان عادي، يعني كما كنقولوا الريح اللي جاكي كيما مشيت كنكون المبايع اللي بايعت على سيدنا الشيخ، وكان مسح لي بواحد جوج كلمات الحق ان باقي الاخر التزمتهم بالالتزام تاع الكلام سيدي محمد فوزي. حصلت على ايجابيات اللي عندهم في هذه الطريقه هذه، والحمد لله شفنا الخير وشفنا النور وشفنا كنت عايش بلا رؤى ولا منامات، وكل شيء كان عندي دنياوي، كل شيء سفلي، كل شيء مسائل، يعني ما عمري كنت معرم انني كنت كنصلي وكنصوم وكنولد، كل شيء هادشي كان غير استغفر الله الرحيم، يعني كان وجدنا عليه دابا انا يعني امور عاديه. وشهادة على الشهادة نتاع حنا هذه اللي توفات البارحة، كانوا كيقولوا لي أودي حنا قبل ما توفى كان كيقول لي راه باغي تشوفك، راه عندها معاك شي هدرة باغي تشوفك، راها شافتك في شي رؤى، راها شافتك كل فترة، وأنا مابقاش ما كنحاول باش نمشي إلا كيوقع لي شي سبب كيريبني. واحد المرة سيرت على راسي ومشيت باش نشوفها، والصدفة نتاعي ما لقيتهاش تما، لقيتها داوها للسبيطار باش يبدلوا لها كنت جالس الاخر قالوا لي ودي راه حنا راه كتسولي لك بزاف وراه باغي عندها شي هضره معاك، راه باغي تشوفك. وليت عاد المره الزوجه ما لقيتهاش، المره الثالثه خليت الموصيات المغربي كيجيبوها للدار، كانت دابا عند واحد عمي واحد اخر بعيد وما نقدرش باش نمشي نشوفها، قلت لهم كيتجي صونيولي نجي نشوفها في الدار. قالت صافي خديت معاهم الموعد. الليل ديك الليله هذيك جا عندنا ولد عمي راه تاهو معنا هنا في طريق سميتو سيحيا، جا وصلوا معنا شويه، قلت له انا مزاوج فيك كيتجيبو حنا وبغيت نشوفها غير، قالت ان شاء الله حنا غادي نشوفها من دار عمي ونفوتوها غدا للسبيطار باش يديو لها التحاليل ونجيبوها. صافي كي مشاو تفرقنا ديك الليله كتوقف عليا في الرؤيا كتقول لي بغات لي الاخر، قالت لي انا الحاج القادر، قالت لي انت ما جيتش تشوفنا انا راني جاي نشوفك وراني جاي نسامح معاكم، قالت لي انت ما بغيت مازال ما حسب ما وصل ما جيتش تشوفنا حنا انا جيت نشوف، وكانت تدعي مع سيدنا الشيخ وكتقول لي راه هذاك الطريق طريق حق ثلاث مرات، وقالت لي راه باكون فرحان بكم بزاف. هادشي في الرابعه كان وما مازال سيدنا الشيخ ما قلتلوش هذا، قالت لي راه باكم فرحان بكم بزاف وجميع الاهل ديالكم فرحان بكم وغادي نطلق لكم على حق. بقات كدير معايا نط في ديك الموضه هكا، كنت مخلوع هكا، بقات كنغير الزوجه نتاعي تخلعت قالت لي ما قلت لها حنا نط جات لي كاس تاع الماء، المهم ريحت واحد الشويه صافي وليت نعست. غدا له كان تخبر انها توفات، ملي مشينا عندهم لقيت ديك الهضره اللي كانت كتقول لي لقيتها عندهم، انا كيقول كتقول لهم راك كتغالي قدامهم كتقول لهم ودي الحاج القادر وحنا انا ما حجيت ما غير، قلت لهم راه على طريق حق وهذا الشيخ اللي راهم معاه الشيخ حق هذا الاخر حق ونتمنى انكم كاملين العائلات انتموا لهذه الطريقه هذه لانها طريقه حق